السلام عليكم. دلوقتي نشوف لعبة على برنامج كودو. ده بيخليك تصمم ألعاب بشكل ظريف. أقول له مثلا نيو وورلد واختار مثلا شكل من الأشكال ديت. طيب عايز أضيف شخصية من الشخصيات، فأجي هنا وبعد كده أجي هنا وأقول له إن أنا عايز أضيف أي شخصية، وليكن مثلا ديت مثلا. طيب فأنا عايز أبرمجه، أجي هنا وأروح ضغط رايت كليك وأقول له بروجرام، وأقول له مثلا لما ادوس على الكيبورد، اني كيبورد الزراير، ابدأ اعمل لي مثلا حركة، وليكن حركة ايه مثلا موف. طيب موف دي يتحرك ازاي؟ خليها بسرعة. طيب وهنا لما ادوس مثلا بالماوس الزرار ليفت، اعمل لي شوت، يعني ابدأ اطلق صواريخ مرة واحدة مثلا أو مرتين. تبدأ تختار بقى مثلا، خليها كولر مثلا عشوائي. طيب خليها بقى نجرب، هقوله خلال الأسهم يبدأ يتحرك. طيب عايز يضرب صواريخ، اه من خلال الأسهم بيبدأ يتحرك اهو. ولما اضرب صواريخ اهو بيضرب بقى كل الحاجات. ومفيد ان الطفل يفهم فكرة البرمجة، ان الواحد برمج العاب ازاي وبيعمل العاب ظريفة ثلاثية الابعاد بدون جهد يذكر. يعني هدوس سكيب عشان ارجع لهنا. لو انا عايز اغير اللون تعمل سيلكت، ومن خلال الاسهم تقدر تغير اللون بتاع الشكل دوت. وممكن لو جيت هنا تبدأ بقى ايه تغير الارض نفسها وتزود حتة مثلا الشكل دوت زي ما انت عايز. ممكن تغير الإعدادات بتاعة الشكل، ممكن تلغي أدام الأدوات وهكذا. ممكن تضيف مثلا مياه،